اسمي ألان مطران، صار لي بالجزائر 15 سنة أو 16، رح يصيروا 16. صباحكم. أهلا وسهلا، شو ألان كيفك؟ شباب شو الأخبار؟ تمام؟ والله فتحنا سيدروس، الفكرة تبع سيدروس إنه يكون في مطعم لبناني بيتي ويرضي أذواق الكليون، يرضي أذواق الزبائن اللي تجي الريستوران. هو عملنا الأكل اللبناني ستاندار لأنه الأكل اللبناني في فاريتي كتير كبيرة. نحنا نقينا كذا صنف وهلأ إن شاء الله عنا بالمنيو جديد، رح يطلع جديد، رح يكون عنا أصناف جديدة بنعمل منها الأكل التراديشنال اللبناني. عنا نحنا شيف أحمد، هو اللي بيحضر الأكلات كلها ويعطي العافية بيانسور، عم يتعب معنا. ونحنا المطعم الوحيد تقريبا اللي عم نخدم بهي الطريقة مع شيف أحمد. والله أنا شهادتي بالجزائر مجروحة، والدليل أني إلي 16 سنة هون بقيت. كل مرة بقول بحب هيدا الشعب اللي هو شعب كريم، يعني الشعب اللي عطى 1.5 مليون شهيد مشان قضيته، يعني ما بيبخل بشي، شعب كتير منيح كتير طيب. وحتى بالأزمات، يعني الجزائر وقفت حدنا بلبنان، وبأزمة انفجار البور ساعدتنا وعبروا عن حب للبنان. صح، حقيقة مثل ما الشعب اللبناني بحب الجزائر والجزائرية أكيد.